أأكد لك علي ابن أبي طالب في كل خطوة كان يخطوها يرى الله أمام عينه، يرى اليقين أمام عينه، ولهذا تلقى خطواته خطوات تصل إلى مستوى غريب في بابه، مستوى عجيب في بابه. يا أخي أكثر من أن يطبع لي هارون ابن غترة، هارون ابن غترة يقول طبيت عليه لقيت عليه شمل قطيفة فتثوب عتيك. قلت له سيدي إن الله قد جعل لك ولأهل بيتك في بيت المال حقا، أرجوك إذا أنت ما تلبس منه يلبس، على الأقل أنت تخدم المسلمين البس لك فالثوب يدفع عنك الحار والبرد. قال لي شوف إن الله يعلم أنها القطيفة التي خرجت بها من أهلي بالمدينة، فإن خرجت منكم بغيرها فأنا خائن، قد يرى الحول القلب. شوف القانون اللي يضعه، يقول قد يرى الحول القلب. الذكي يقول قد يشوف له درب يقدر ينجح به، لكن هذا الدرب يكون يخليه يشحق على دينه ومبدأه، أنا لا ما مستعد يقول أشحق على ديني ومبدئي. قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها حاجز من تقوى الله، فيدعها رأي العين وينتهجها من لا حريجة له في الدين. زين هذا المبدأ اللي يضع الرجل، يقول لك أنا ما مستعد أشاوم من أجل الكرسي، وهذا الكرسي بعدين أنا أتركه وأذهب إلى ربي عاري محمل بآثام الأمة. لا بئس الأمر إذا انتهى إلى هذا الحال.